هذا جاسم من رجال عمي الوالي متجه نحو مضاربنا. ايه بالله، هو كنت حتقتليه؟ يا ترى ايش اللي جابه؟ عجيبة. لابد انه في امر خطير. البسوا بسرعة يا بنات، هيا. جناب الوالي طريح الفراش وعايزك عنده بسرعة. طلب الوالي على عين والراس. ايش في يا ابوي؟ جناب الوالي طالبني لعنده، تعدي لي السفر معي، يمكن اجابه مقتول. حضروا ركايب يا شيخ هشام. جناب الوالي طلب كمان تحضر الفارس كريم خان. كريم خان؟ لابد ان الامر اخطر مما اظن. وكيف نتصل بيه؟ كيف نتصل بيه؟ مثل كل مره يا ابوي، نرسل له رساله. احسنت القول يا سماره، ارسل الاشارات المعتاده للفارس كريم خان وخليه يتبعنا عند جناب الوالي. امرك يا ابوي. كريم خان. إيه؟ لازم ندي خبر للراعي بسرعة. مع الأصحاب تتمرن، وإذا لقيت صعوبة أنا هبعت لك خبر. جيب الحصان. أهلا وسهلا بكريم خان. السلام عليكم يا إخوان. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. لكن أنتم مين؟ وعرفتوني إزاي؟ أنا زعفران. أرسلنا الشيخ هشام علشان نستقبلك ونرافقك، وهو منتظرك على نار عند جناب الوالي. اهضبوا. انا عبد المأمور. اتكلم انت. انا بعرضك ما تقتلنيش، انا ماليش ذنب. مور. مين اللي بعتكم؟ مورجان. مورجان قائد حرس الوالي. اسمع، انا عايزك تدخلني لديوان الوالي. ها؟ حاضر. طيب اذا نفذت اللي قلت لك عليه حافي عنك، والا اقتلني يا رشيد. ها؟ أنا في عرضك ما تقتلنيش. نفذ اللي قلت لك عليه. دخلني لديوان الوالي. أحسنت يا عباس. أنا خدام سيدي مورجان. أنا دايما بكافئ المخلصين اللي زيك. مولاي
السيدة أوتي القلوب. مرات جناب الوالي. أخرج. أمرتي. مرجان حبيبي أنا خايفة خايفة أوي. ملكة حياتي. من إيه؟ الوالي أرسل في طلب الشيخ هشام. برضو عندي خبر. من جهة الشيخ هشام فوجوده يهمني. علشان يكون حاضر لما ينادوا علي والي بدل مرحوم جوزك. وكريم خان. عباس بعت له جماعة يقتلوه والعصر حتلاقي راسه مقطوعة قدام رجليكي. شعر بشيء مش طبيعي. مش طبيعي؟ أنا خايفة يكون الوالي حاسس باللي إحنا بنعمله. مش بتنفذي أوامري؟ طبعا. بحط له نقطة من السم كل ما بديله الدواء. عظيم قوي. الليلة زديله العيار حبتين. ها؟ يعني لازم لما يوصل الشيخ هشام يلاقي الوالي انتقل إلى رحمته تعالى. أيوة لكن مفيش مجال للتردد. يلا الشيخ هشام وبنته سمارة. الشيخ هشام وصل. يعني الليلة هتديله نقطتين زيادة السم. أنا خايفة يا مرجان. ما تخافيش، روح أنت عند جوزك وفتحي ودانك كويس للي حيقوله للشيخ هشام. قربي يا سمارة. سلامة قلبك يا جناب الوالي. ناديني زي ما كنت تناديني وانت طفلة. عمي عبد الله. عمي عبد الله، ربنا يشفيك ويعافيك ويكيد كل من يعاديك. لو سمحتم تسيبونا لوحدنا. انتظريني بالحديقة يا سمارة. عايز اكلم الشيخ هشام في سر. سر علي انا؟ ايوه لو سمحتي. انتهيت يا شيخ هشام. فال الله ولا فالك. انت بخير يا عبد الله. شدة وتمر. انا مش خايف من الموت، عاوز اطمن على البلد بعد عمر طويل ان شاء الله. اسمعني كويس يا شيخ هشام، اللي يحل محلي هو انت يا شيخ هشام. اني؟ ايوه. الولاية حمل كبير يا عبد الله، وانت اهل للحمل ده. وليش حرمت مرجان من هالشرف؟ مرجان طايش وقلب واسي، لكن واللي يولى على الشعب لازم يكون حكيم وعادل. أني؟ انا كتبت وصيتي، بعد موتي حتلاقيها موجودة في الخزانة داخل صندوق تاج الولاية. اوعدني انك حتنفذ وصيتي. اوعدني. ان شاء الله ما حد ينفذها غيرك. لازم توعدني. اوعدك. على ايش تتلصصي تتسمعي؟ ها؟ وانت مالك؟ سمعت الوالي يقول انه يريد والدي في كلام سر. قصدك ايه؟ انت يعني مش واثقه مني؟ انا ماني راجلك حتى اثق ولا ما اثق فيك. المهم هو زوجك اللي يثق فيك.
فين كريم خان؟ إذا وصلت رسالتي قبل العصر يكون عندك. اجعل كريم خان إيدك اليمين وبكده تجمع حكمة الشيوخ وإقدام الشباب. سمعت بودن كاتب وصية بيقول إن الولاية من بعده لهشام. هشام؟ بقى كده؟ يكونش بيشك في أمرنا؟ أبدا. تتذكر يا جناب عمي عبد الله لما كنت تطلب مني أغني لك وتعطيني دينار؟ أنت لسه فاكرة يا سمارة؟ لكن كنت تنام وما تسمع صوتي. الظاهر صوتي فيه منوم. يا ريت تعود أيام زمان. أنت صوتك صوت ملايكة، لكن أنا دلوقتي عيني ما بتدوقش طعم النوم. إيش إيش إيش؟ ما بتدوق طعم النوم؟ والله لسمعك أغنية وموال يخلوك تنام في الحال. أنا سمارة، هيا يا بنات أعزفوا. السافل بقى عايز يحرمني من الولاية، طول عمره بيكرهني. ويهمك ايه ان حبك او كرهك، كفايه انا بحبك. ايه ده؟ منين صوت الموسيقى؟ اظن من مخدع الوالي. يا يما طاب صوتها ترياء ضد سمومنا. كفايه كلام عنها. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنخلص عليه ازاي؟ بالليل تدخلي عليه وتديله السم. يمكن قاسم خدي بالك،
خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. آسف. إزاي تدخل بدون استئذان؟ حادث خطير جدا ولازم أبلغه لك. هو إيه؟ كريم خان. قبضوا عليه؟ أيوة، لكن لكن إيه؟ لكن قدر يهرب منهم. هرب منهم؟ مغفلين مغفلين. وهرب فين منهم؟ في المدينة. هنا هنا مش بعيد كمان عليه قدامي. اسمع، عايزك تتصل بجماعة غراب. غراب ملك اللصوص وصاحب قلعة الملذات؟ ايوه، عايزك تكلفهم بسرعة صندوق تاج الولاية من قلب مخدع الوالي. لازم يسرقوه من غير ما حد يحس او يشعر بيهم. صندوق تاج الولاية؟ ازاي ده؟ ومين اتكلم عن التاج يا مغفل؟ كل اللي يهمني من الصندوق الوصية. فهمت يا سيدي. وكريم خان هعمل بيه ايه؟ كريم خان، اسمع، عايزك تحاصر المدينة. محدش يخرج منها ابدا من غير ما تتحققوا من شخصيته لحد ما تلاقوه وتجيبوه. مفهوم؟ مفهوم. يا راس كريم خان، يا راسك عباس. يلا. اهلا وسهلا عباس. امر. ابعد نوشي. سيد عباس، انا حنوتي مرخص بيه وضرايبي دافعها على داير مليم. فين هو؟ قاعد في الزاويه بيشرب هناك. كريم خان، إذا كنت عايز تعيش سلم نفسك. قوم معايا. أنت غلطان، أنا تاجر ومعرفش حد بالاسم ده. أنا اسمي غسان ابن أبو طاهر، لابد مشتبه فيا. كريم خان، ما تتكلمش، قوم معايا. محدش يتحرك منكم، قلتلكم غلطانين. جناب الوالي نايم وانا لازم اسهر على صحته. انا جاي اديله الدواء. جزاك الله كل خير. الظاهر انه دواء الوالي. ايوه، والحمد لله اللي ما اتكسرش.
خير يا مولاتي؟ ابدا، اصلا انا تعبانه شويه. ده من قله النوم، لازم ترتاحي، واذا كان على الوالي فانا هنا في خدمته. كتر خيرك، ربنا يقدرنا على مكافئتك يا قاسم. انا خدامكم يا مولاتي. ونعم الزوجة الوفية. جان تفضل. خير ان شاء الله. اسف لازعاجك في الساعه دي. قبضنا على لص كان بيحاول يدخل عندكم. لص؟ ما تنزعجش، قتلناه. قاهر. كريم خان. حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفيه يا سمارة؟ اخرج اخرج يا مجرم. هنبقى نتقابل. انا داري بالحب الطاهر اللي كان يجمعكم. ما عاد الحياة قيمة من بعد. أبوي، في أشياء غريبة بهالقصر، قلبي ما مطمن لها أبدا. لابد أقابل الوالي حالا. بعده، أريد مقابلة الوالي. الوالي مات. ايه على فين يا عم؟ اخرس ما بيتكلمش. وعاوز ايه؟ عاوز اتكلم عم هشام. اكلمه ازاي وما بتكلمش؟ هو بيكلمني وانا اكلم عم هشام. اكلمك ازاي؟ اتكلم مالك برجل. ها يلا نقرب من هنا. اتنين خرصان ما بتتكلموش. Thank you.
احنا اصدقاء. مين انت وكيف دخلت وايش جاي تعمل؟ تكلم. من طرف كريم خان، لكن شايفك مش متأثرة على موته. ما يغرك المظهر، لو كانت دموعي محجوبة في عيوني هذا يرجع لأنها تنزل في قلبي تطفي لهيبه، لكن هالشيء ما هو من شؤونك. سمعتك تقول إنك صديق، جايلي من طرف مين؟ كريم خان. كريم خان راسه مقطوعة يا كاذب يا منافق يا محتال. ما حدش يقول لي الكلام ده ويفضل حي غيرك انت يا شيخ هشام. كريم خان ملوش غير راس واحدة هي اللي على جسمي. كريم خان. كريم خان. كريم خان. انت طيب؟ الحمد لله. سمارة عمي شيخ هشام يلا بينا من هنا. ايش يا ولدي؟ ايش فيه؟ الوقت ده مش وقت مناقشة، احنا هنا حياتنا في خطر، بعدين هشرح لكم كل حاجة. ايه 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 ايه؟ بتقول في خطر؟ لا يا عم ما اتفقناش على كده، انا عاوز ارجع لاخويا عبد. تعال يا احمد. مين هالصبي؟ اتفقت معاه علشان يمثل الدور معايا وادخل هنا، مش وقته. وجعتك حاجة الحد، كيف تتجرأ بالدخول بدون استئذان؟ لو كنت مكانك ما كنتش أثور. أسباب دخولي تمنحني الحق يا شيخ هشام. وضح الأسباب. القبض على بنتك بتهمة قتل وسرقة. قتل؟ سرقة؟ أهاني؟ عارف إيش معنى اتهامك الباطل يا مرجان؟ أيوة يا شيخ هشام، صندوق المجوهرات انسرق وحارس الوالي قاسم انقتل، وبعد البحث والتدقيق اتضح لنا انه القاتل هنا. وايش دخل سماره في هالامر؟ وجدنا الخنجر ده مغمود في ظهر قاسم، وطبعا معروف من صاحبه. هذه مؤامره مدبره ضدي، يستحيل، كذب. بيقول الكلام ده قدام مجلس القضاة، قبضوا عليها. اللي هيقرب لها منكم هيحفر قبره بايديه، مفهوم؟ كريم خان انت لسه حي؟ انا زي القطط بسبع ارواح يا مرجان. سواء كنت شبح ولا انسان، تاكد اني هقضي عليك بلمح البصر. اقفلوا عليا واقفلوا الابواب، عاوز اشتغل ايدي بايدي. اهلا كريم خان، دلوقتي كه دورك. قبض عليهم. ابوي ابوي. ابوي. احمد يلا يلا يا احمد يلا. وقعت في ايد من لا يرحم. مش بطال باهر. Thank you.
امشي. احمد اهرب يا احمد، اهرب انت كريم خان. وشافتنا وشافت صاحبنا في العربيه يبقى فزت والعوض على الله في رقابينا. هاشي تعرف ده معاه فلوس كتير. ايه مش عارفك انت يا واد، اتكلم. اصلي خدمته خدمه صغيره خالص، اداني 5 دنانير. ايه وريني لما اشوف. اي ده صحيح، شوف يا عزيزة. اما شوف يا حلاوتها بتقول معاه كتير منها يا احمد. ميات يلا بينا عليه قبل ما يقوم من النوم. بس يا بنت اتكسي على ما اتكسي يا بنت على حطها على عيب حريني. ايه ده؟ بص يا حصان. ايه
كنتم عايزين تسرقوني وانا نايم جريح في ضيافتكم؟ مش عيب عليكم تعملوا كده؟ مين؟ احنا؟ اعوذ بالله، ده انا كنت عايز ارجع لك الفلوس اللي اديتهم لاخويا احمد. بالذمه ايه؟ اذا ما كنتش مصدقني اسال عزيزه. او حياتك ولا عدمك ان كنت بجري. ان شاء الله. صدقه صدقه، هو ده اخوك عبده يا احمد؟ قول له ايوه، ده احسن مهرج ومغني وموسيقي وكل ما يختص بالفنون، وانا ممثله ومغنيه. يا سلام، تشرفنا يا فندم. ازاي حال دراعك دلوقتي؟ الحمد لله، الاصابه كانت سطحيه وانا مديون لك بحياتي يا احمد واشكرك. ده الرخيص ما استحقش الشكر حياتك. خدوا دول كمان علاج. هي عندك رايح على فين؟ رايح لدار الوالي، لازم انقذ سمارة وعم الشيخ هشام. انت مجنون؟ ازاي تروح لوحدك؟ دول لو مسكوك هيعملوك كفتة. امال عاوزيني اتخلى عن اصدقائي؟ اصدقائك بس ولا اصدقائك وحبايبك؟ ارجوكم مفيش عندي. اسمع اسمع، على حسب ما سمعت من احمد اخويا، مرجان ده باين عليه راجل مكار. والمكار عايز اللي امكر منه. تقصدوا ايه؟ نقصد اننا هنخليك تدخل ديوان الوالي تحت سمع وبصر مرجان ورجاله. ازاي؟ سيب الحكايه دي على الله وعلينا احنا. يا سلام، انتم ناس في منتهى الطيبه وفي منتهى الفقر. يعني لعب جيبك تاكل ملبك. كفايه، اتكلمي، فين مكان كريم خان؟ انطعي. ما ادري، قلت لك ما ادري. اتركها اتركها يا مجرم. تعال يا شيخ هشام، انه اول امر حمضيه بعد استلام الولايه هو امر اعدامكم. ما هو غريب عليك هالامر، انك تعمد حكمك بالدم. حطوه بسجن انفرادي وخليني الليلة أفكر وسيلة لتعذيبها تخليها تعترف. سمارة، بنتي تشجعي تشجعي. سمارة، أبوي أبوي أبوي. احنا فرقة راقصة متجولة وجايين نبسط حبيب الكل مرجان. مش ممكن من غير اذن منه. وش عرفك انه ما معناش اذن منه يا واد يا جميل؟ ها؟ يمكن عندك حق، استنوا لما اخد رأي مولانا مرجان. بلغوا مرجان. ولا ولا يا نوبة، ولا ولا ولا.
بحكي حكم صفوة معانيها. كيف الغريب المفارق أهله كيف ينايم ويغمد جفون الصهر جرح ماقي. يساهر نجوم السما ويحكي مع الأنسايم وينشد قصيده على عتمة لياليها ويقول ليش القدر له بالحياة خصايم مع من يصون العهود ويفضل يراعيها. وداد القرايب ميت عام وعام من حيث عنده وفاء للدار وأهاليها. لو طار طيرا يقول له بسفرتك يا حمام انزل على ديرتي وقبل أراضيها وحيي ربعي وهلي بسلام وألف سلايم. حيي منازل بكت الفراق راعيها وزور الجناين وشوف الورد بالأكمام ولا غصون وغدت للنار تصليها. ولا 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 حبايب ايش تقول كلايم وقرا عيون العدا وافهم مراميها وارجع وطمن غريب مرت عليه اعوام يتمنى يرجع لداره اللي ربي فيها. ولا 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 بذلت جهدي علشان تدخلوا وتسلوا مولانا مرجان، اتفضلوا. متشكرة يا جميل. يلا اطلع بسرعة اطلعي. اساعد يا احمد. اسمع يا عبدو تفهم عزيزة على اللي هتعمله ويلا بينا. خدي بالك من نفسك الله يرحمنا مقدما. مش وحي خوف. يلا بينا. أديه الوداع إلى اللقاء. تصوري حلمنا أصبح حقيقة بعد أسبوع من الليلة حصبح ولي المدينة. ومن عارف من هنا الأسبوع هيحصل إيه؟ الوصية وأصبحت في قلعة الملذات عند غراب. هشام سجين عندي وسمارة هتنعدم الليلة. وكريم خان يا شاطر. ما تفكرنيش بيه، ده جن مصور كان بين إيديا وهرب. لكن ما تخافيش أنا رصدت جميع العيون عليه، مش ممكن يغادر المدينة وهو حي.
طب انت نسيت الوصية؟ مالها؟ طول ما هي عند غراب هتبقى سيف في ايده يهدد فيه رقبتك في كل وقت. لازم ابعت جعفر لقلعة الملذات علشان يسترد الوصية. وتفتكر ان غراب بعد ما يعرف قيمة الوصية بالنسبة لك هيتنازل عنها كده بالساهل؟ غراب عنده نقطة ضعف خطيرة وهي النساء. نقطة ضعف جميلة. عشان كده هرسل له قفلة جواري مع جعفر تخليه يسلمه الوصية بدون قيد او الشر. ودلوقتي عندي مفاجأة لكم، الليلة بنت الشيخ هشام الخاينة سمارة هتشوفوها بتتعذب. محدش له غرض، مين منكم هيتقدم ويخلصها؟ مين ما يتبناهاش له؟ أنا. ادخلوها. اربطوها هناك. بنت حلوة قوي، انا نفسي فيها. اقعد. وانا كمان. انا اللي هاخدها. كل واحد يقدر يحل وثاقها على بعد 10 خطوات بواسطة الرمح تصبح سمارة حلاله. طب ولو جر رمح في قلبها نعمل ايه؟ تبقى اسمتها كده. والله يرحمها. يا ترى انا لي الحق في الاشتراك يا مولاي؟ ها؟ مين انت؟ ايوه. وقف هنا لما اشوف. دلوقتي كل واحد يجهز رمحه علشان يقطع الحبل المربوطه بيه سماره. مش معقول يا ريما. اللي واثق من نفسه يتقدم، واللي مش واثق يتركن على جنب. يعني لو انا خلصتها صحيح هتبقى ملكي؟ انا ما ارجعش في كلامي. حظ نصيب. مش معقول. مش عارف هقول لك ايه. الظاهر امي دعيالي، ده حظي طلع زي البوم. ممكن استلم الجايزه؟ مش دلوقتي. الظاهر انك هترجع في كلامك. انا قلت انها هتبقى ملكك ولا يمكن ارجع في كلامي. هسلمها لك جسد من غير روح. انظر اوامرك لرجالك علشان يسيبوا سمارة بسرعة. اتكلم. اطلقوا صراحة. عبدو خد سمارة واخرجوا بسرعة. مش وقته يا عم فرهيش. يلا يلا وغاني.
حريق فوق، حريق فوق، حريق فوق، الحريقة سمارة قيس ليلى تعالوا كريم خان. سمارة قوموا بسرعة قبل ما مرجان ورجاله يحصلونا. قوموا يا تنابل. ايه ده؟ صباح الخير. وهالحين لوين؟ بعد لنا احمد ان الوصية موجودة عند غراب، لازم نسبق القفلة لقلعة الملذات وندخل القلعة بحيلة وندعي باننا من رجال غراب وناخد الوصية ونعود للمدينة ونكشف للشعب خيانة مرجان وقوت القلوب. لا يا عم، لحد هنا وبس. دي احنا مالنا ومال قلعة الملذات دي؟ الناس بتقول الداخل ليها مفقود والخارج منها فس مولود. يا حيف عليك، ما عيب عليك تخاف، ده العمر واحد والرب واحد. قبل كل شيء لازم نتخلص من العربية دي لأنها أصبحت معروفة. أحمد ياخد العربية ويرجع. وهسا يلزمنا راجل شجاع يذهب ويخبر قبيلتي، ما في غيرك. ها سمار، أنت بتضحكي عليا؟ أنت مجنون؟ مين اللي يقدر يضحك عليك؟ إذا كان فعلا لازمها راجل يبقى ما فيش غير. مقدرش نستقبل حد، الخان الليلة محجوزة لقفلة تانية يفتح الله. لكن دول أربعة بس، مفيش غيرهم. إذا جيوبهم مليانة أهلا وسهلا بيهم، بس نسأل أنيسة الأول. إيه ده؟ بقى ندهتولي عشان دول؟ جاتك نيلة دول غجر. كمان شوية كنت هتفضحينا. سمارة أسفة يا كريم، ما هو بيدي، فقدت شعوري حين رأيت الغزية تريد تاكلك بعينيها. تفتكري اني ما كنتش مسرور لغيرتك عليا؟ كنت مسرور لاني ضربت الغزية؟ طبعا، ده بيدل على محبتك ليا. اعود اضربها تاني؟ ليه؟ حتى يزيد سرورك. مش ده قصدي سمارة، ما تقدريش تتصوري حب ليكي، ده انا بكتم حب في قلبي. وليش تكتم حبك؟ لانه في واجب علينا لازم نقوم بيه، عم الشيخ هشام ابوكي ومرجان اللي اغتصب الولاية، دول احق منا بالاهتمام. صدقت. صدق من قال لحظات السعادة مثل وميض البرق. كل ليل ولنهاية يا سمارة.
اي حركه غلط بتصدر عن اي واحد منا بتكون النتيجه هلكنا. مفهوم. جعفر داهيه من الدواهي ولو انف حساس ولا كلب الصيد. انتبهوا له مليح. اطمئني. جاي ابلغكم رساله. ستنا انيسه بناء على اوامر الفارس جعفر عزمتكم الليله عندها على العشاء. حنا ما نقبل دعوه احد. ما احد يقدر يرفض دعوه الفارس جعفر ابدا. الدعوه مقبوله على العين والراس. ايه رأيك لو تفرجنا على رأس شمعة العز؟ شمعة العز بضاعة خاصة لغراب. وهي يعني هتنقص حتنا لما نتفرج عليها. على رأيه نتمتع برأسها قبل ما تبقى ملك الغراب، مش كده؟ أمرك يا ستي. هات لنا شمعة العز ترقصنا. غجر سمعونا حاجة من المغنى بتاعكم. انفضحنا. ولا ما احناش قد المقام ها؟ يا مدقدق بن عمي روح جنبي وخيابا، روح جنبي وخيابا. وانا عطش على سجيني من روس خدودك شرابا، روس خدودك شرابا. علمي وعلمك والمياه المجري
يفرق بيني وبينك غير الرب الخالقني غير الرب الخالقني يا ولدك من عمي روح قلبي وطياما وانا عشان فيني من رتبتك شرما من رتبتك شرما والله الارجاب بهيما وخاطرك يا ميما وخاطرك يا ميما او تصبيرة محبوبي او طياتك يا غيما او طياتك يا غيما يا مدكتك من عمي روح قلبي وطياما وانا عشان فيني ايه؟ اسف على اللي حصل يا سيدي انما السمع السمع مسموح واللمس ممنوع معك حق تبيعها يا غجري مستعد اشتريها الغجري حياته متعلقة بحريته يلا بينا استني لما نشرب عايزك تعرفي لي الغجر دول منين؟ منين جبتيها؟ من هناك عايز اعرف كل حاجة عنهم يلا يا حلوة وريني شطارتك اتفضلي حاضر يلا يا واد يا جميل انت يا واد يا جميل انا جميل؟ ايوه تعال حضرتك عمشة؟ تعال تعال شفتوا بقى الخاين عبده راح لخيمة الغزية بصي يا عزيزة في مؤامرة ضدنا قصدك تقولي ضدي جعفر ابتدى يشك فينا وعبده هو الطعم اللي عاوز يصطادنا بيه تعالى انا ابتديت اخاف على عبده يا ترى جرى له ايه لا تخافي انيسه هادي امراه لعينه تعلم عبده دروس تنفعك انت في المستقبل اسكتوا انتوا ولا حركه الظاهر الجماعه اللي بره ابتدوا يناموا باين عليك مش غجري يا جميل اعوذ بالله انا غجري كده يعني احساسي كان في محله طب اشرب اشرب والبنت الغجرية تقرب لك ايه واحنا مالنا ومالهم خلينا رجولة الله وحياتي تقولي اصله ده سر خطير مش ممكن ابوه بيه ابدا هو في بينا اسرار يا حبيبي اشرب قولي بقى ها؟ لا يمكن اقولك لو شنقوني بان البنت الغجرية دي تبقى سمارة بنت الشيخ تعجبني عشان بتحافظ على الاسرار معلوم ده انا لو قطعوني حتت لا يمكن اقول انه الشاب اللي معانا يبقى الفارس المغوار كريم خان انا عاوز اروح لعزيزة عزيزة ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكوا ده نكرنا كلنا يلا البس علشان نروح قلعة الملذات يلا بسرعة مفيش عندنا وقت طب انتوا كلكم لابسين هندي لكن انا هلبس ايه حظك ونصيبك اذا لقيت حاجة تلبسها تلحقنا
والا هتفضل هنا. نعم. ايه ايه اسم الله عليك. او كده بتقولي الهدوم ورا الشجره؟ اوعي. لا 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 اوعي يا بنت. انتم مين وعايزين ايه؟ انا طهمور اكبر تاجر جواري في الهند، وده شريكي حبهان، جايبين لسيد قلعة ملذات غراب جريتين يساووا كل جواريه. فايه رايكم؟ افتح الباب الزعبوب. اتنين تجار جايين من الهند معاهم جريتين عايزين يقابلوك. بتقولي معاهم جريتين؟ انا بفكر، وانت بتعمل ايه؟ بساعدك. اذا كانوا الجريتين حلوين زي كده يا حلوة، دخليهم يا مرحبا بهم يا مرحبا بهم. اما اذا كانوا نص نص نرمي الجميع للافاعي. سماره مين انتم؟ ايش جابكن هين يا بنات؟ مين دول يا سماره؟ هدول جواري الوالي. ها؟ وبيعملوا ايه هنا؟ مرجان بعتنا هدية لغراب. لا تخافوا، جاكم الفرج، عن قريب تصبحوا أحرار بإذن الله. الطير الطاير ما يقدرش يخرج من أسوار قلعة الملذات. لا مستحيل مع الإرادة. صحيح. اسمعوا، الليلة وقت ما أغني أريد منكم تفعلوا الآتي. هنبتدي الاحتفال الليلة، هنسمع صوت البنت اللي جبتها لي. يا ترى صوتها اجمل من صوتك يا حبيبتي. اعزفوا الموسيقى يا بنات. يا ديرة الغالية ويا ملقى خطارنا، يا ديرة الغالية
اسمعي يا كوثر، جيبي صندوق الوصية. حي الله بليالي الكيف والسهرة بالعلية، والدار ترحب بالضيف والمشاعر المضوية. استني يا أميرتي. انت مش إنسية، انت حورية من الجنة. سمعت ان غراب سيد قلعة الملذات يكافئ جواريب. انت مش جارية، انت ملكة على قلبي. ملكة بدون تاج. بالعكس، الليلة حتوجت بيتك حقيقي. استنوني. مجوهرات، ادي مجوهرات الدنيا كلها اقدمها لك. استنى يا سيد غراب، ما تستعجلش. ايه اللي جابك دلوقتي؟ هو ده وقتك؟ مش شايفني مشغولة؟ عزيزة، الصندوق ده في وصية تودي سيدي مرجان لإيد الجلاد، والبنت اللي قدامك دي تبقى سمارة بنت الشيخ هشام. بنت الشيخ هشام؟ والتجار اللي من الهند يبقوا مين؟ أنا اللي هسلمكم للجلاد. يا حرام، قبضوا عليك. يا حرام، thank you.
شيخ هشام، عندك أي طلب قبل ما تموت؟ في ناس بتموت وتضل عايشة، وناس بتعيش وهي ميتة، وانت من النوع التاني يا مجرم. ادخلوا. فين الشيخ هشام؟ ها؟ انت للاسف مش هتلحقوا، هينفذوا امر اعدامه دلوقتي. فين؟ ها؟ في اسفل البرج. خلص الشيخ هشام وقعت انت يا كريم خان. انا كنت بستنى اللحظه دي. لو ما كنتش قابلتك كانت الحسره هتبقى في قلبي للابد. مرجان انا جيت اخد بيطاري منك. وريني قوتك يا راعي من غير دماغ. هتقدر تفلت من ايدي يا كريم خان. انا متعودتش اقتل انسان من غير سلاح. لا تخافي، ما حقتك، هتركك للشعب حتى ينتقم منك جزاء خيانتك. الحمد لله على سلامتك يا عم الشيخ هشام. كله بعد الله بفضلك يا ولدي. ابوي ابوي سمارة، خايفة على ابوكي ولا على خطيبك؟ روح لها. مبروك يا ولاد. ايه اللي انت عامله ده يا عبدو؟ ليا الحق في أربعة، واحدة للصيف، واحدة للربيع، واحدة للخريف، الخريف، ودي علشان أصرفها عند النزول. كريم حياتي.